أخبار اليوم. غزل المحلة في أوج مجد هذا الفريق، فهو إنسان على خلق وشخصية محترمة ومدرب قدير وليه إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، ميدالية برونزية، وإحنا في كل الأحوال بيبقى هذا الإنجاز. إحنا طبعاً إن شاء الله بنتمنى إن إحنا نصعد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، حتى لو ما صعدناش ده لا ينتقص من الكابتن شوقي، انما ينتقص من هزكي من اللاعبين. الكابتن شوقي في كل الاحوال احنا انا رايي الشخصي، وده انا قلته للكابتن جمال علام واي حد، احنا المفروض ما نتعاملش بالقطع مع المدربين الكبار. حضرتك لو هو معاه كريستيانو رونالدو ومعاه ميسي كنا نقدر نكلمه على كاس العالم، ومدرب كفو قدير. احنا عندنا زي اي حاجه في الدنيا جيل ذهبي، ثلاث بطولات افريقيه. هذا الجيل الذهبي لظروف ما بعد ما الاعتزال ثم جت الفتره اللي توقف فيها النشاط الرياضي، ده كل ده بيترك تاثير. برضه احنا ما بنحبطش اخواتنا الصغيرين اللاعبين، احنا بنثق فيهم، نثق اكتر حتى من قدراتهم الفنيه، بنثق في روحهم القتاليه. احنا محتاجين روح قتاليه، محتاجين ماتش نكسب فيه وماتش نلعب بخطه الكابتن الجوهري نتعلم فيه. مش هتعدي يعني، خطه ايرلندا. انا طبعا انا يعني بهزر، يعني ما اقصدش اي حاجه للكابتن الجوهري، انما الحقيقه قصدي ان المساله مش مستحيله ومش بعيده، واحنا متعودين دايما ان احنا بنحقق غير المتوقع. كنا بنحقق غير المتوقع بشكل سلبي، نحقق غير المتوقع بشكل ايجابي. انا الكابتن الشاوي كل التوفيق، وبرحب بيه تاني باسم حضراتكم، و يعني بتمني له كل تقدير واعزاز شخصي. شكرا. طبعا سعيد جدا بوجود حضرتك يا استاذ، او سعيد جدا بوجوده في الصالح الكبير ده. ممكن قلت في البدايه دائما المكان ده الصالح الكبير، دار اخبار اليوم، الصالح الكبير ده بيستقبل دايما الشخصيات الكبيره والشخصيات العالميه، بيستقبلهم في انتصاراتهم، بيستقبلهم في تكريمهم، بيستقبلهم في ان دار اخبار اليوم وجود حضرتك ويكون في وجود لي انا في هذا التوقيت قبل مباراه السنغال ومباراه تونس، انا شايف ان دي مسانده كبيره جدا جدا من حضرتك للمنتخب او المنظومه الرياضيه عامه او الهيكل بتاع الفريق. احساسي ان مساندتك لنا ووجودي هنا النهارده، انا سعيد، اسعد انسان انا باسم الجهاز بتاعي واسم اللاعبين اللي موجوده ومجلس اداره الاتحاد. اتمنى باذن الله ان احنا نوفر في المهمه اللي احنا موجودين فيها. اتمنى باذن الله يكون خلال الفتره الجايه ده في تعاون كبير اكثر واكثر في كل المجالات في كره القدم بالذات، لان المكان اللي انا موجود فيه ده انا دخلته وانا بكرم بالفوز بالبطولات، ودخلته وكل المحبين فيه وكل الناس اللي موجودين فيه بتساند المنتخب في شخص شوقي، او بتساند المنتخب كله في وجود الفرقه ترجع تاني ونرجع تاني باذن الله. احنا بنبني مصر جديده، فبنبني مصر جديده في كل المجالات في كل شيء. انا اعتبر كره القدم برضو كانت في غفوه من الزمن، او في حاجه حصلت بيها، او في دمار حصل بيها في المنظومه الرياضيه كلها. اتمنى باذن الله خلال المرحله الجايه واحنا بنبني مصر بعد سياده الرئيس طبعا السيسي، نتمنى له كل التوفيق ان احنا تكون كره القدم او الرياضه احد المجالات اللي تبدا تاني نوصل في المستوى الجديد للاوقات الجديده. انا بشكر حضرتك كابتن، وبنتمنى ان شاء الله ان منتخبنا يفوز في المباراتين، حتى لو كان هو ما تفرقش معاه في الصعود.
الصعود، لكن بنتمنى انه يفوز في المباراتين. ما بنشتغلش على اللي مطلوب بس، وان شاء الله ده اللي هيحصل باذن الله يعني بتوفيق ربنا وفضله. وبنامل ان شاء الله ان منتخب مصر الفائز يشارك في مباراه اليوم. احنا بنتمنى مباراه مصر والامارات باذن الله. باذن الله. انا بشكر حضرتك كتير يا كابتن، وانا يعني ازعجت حضراتكم. لا بالعكس، انا هضطر بس انت قلت اهم العناوين، اهم معلومه. لا انا مش عارف ما بديتش اقول. لا كمان ده زين قال على موضوع المباراه، وانا باذن الله باذن الله يعني هكون باذن الله واكون في افضل مكان واكون في اكبر احتفاليه موجوده باذن الله. باذن الله. ماشي. انا بشكر حضرتك كابتن، ويعني حاجه بسيطه، حاجه كبيره دي. مفاجاه. ده مفاجاه فعلا. طبعا طبعا. ده انا يعني انا ساعات تيجي والله. الف مبروك يا كابتن. ان شاء الله دي الصوره بتاعتنا. انت في كل الاحوال يا كابتن كسبنا وما كسبناش، انت شبكه. ده انا عندي شرف كبير جدا بكلمه حضرتك. ربنا يخليك.